هلا مرحبا بالليل فبعد طول غياب ورجع للوطن من بعد رحلة دراسية. تم التسجيل والميكساج باستديوهات رني. هذا تغيم اللي صيته ذكرى دايم طاب كفو النعم به سيرته بالفخر حيا. هلا مرحبا بالليل فبعد طول يرجع للوطن من بعد رحلة دراسية. هذا تغيم اللي صيته وذكر دايم طاب كفو النعم به سيرته بالفخر حيا. ونور الوطن نورنا من نوره يهلج الحلم سافر واغترب ثم عاد وجاء شهاده رفيع ربي وفاق خطاويه ومبروك يتغيم يا معاذ. تم التسجيل والميكساج للشهاده يا الحر جاهي وحققت حلمك بعد جد وسهر وتعب وحست الفخر والمجد وعلوم وافيه تزايد فخرنا فيك ونجمك ابد مغى وبنجازك قد رفعت اسم السعوديه. تم التسجيل والميكساج للشهاده وسع جنابك يا افتخر يا شهم يا طيب النيه وامك تباري بك مع الاهل والقران هذه نورها المهره الاصيله سنافيه وخالد عضيدك للوفا وانك سلطانك وعبد العزيز حزامي في الهيه لك اختك فيها الزين يستاهل الاعجاب ولك تهدي ابيات القصيده الحماسيه عسى بالسعد والخير واجعل توافق فالك وفرحتك حية. هلا مرحبا بالليل فبعد طول غياب رجع للوطن من بعد رحلة دراسية. هذا تغيب اللي صيته وذكر دايم طاب والنعم بسيرته بالفخر حية. سافر واغترب ثم عاد وجاء شهاده رفيع ربي وفاق خطاويه ومبروك يتغيم يا معرب الانسان تخرجت والشهاده فيك يا الحر جاهيه وحققت حلمك بعد جد وسهر وحست الفخر والمجد والنوم وافيه تزايد فخرنا فيك ونجمك ابد مغى وبنجازك قد رفعت اسم السعوديه وابوك الكفو ابو خالد شيخ وسع جناب وبك يفتخر يا شهم يا طيب النيه وامك تباري بك مع الاهل والقران هذه نورها المهره الاصيله سنافيه وخالد عضيدك للوفا والنعم كسام ومالك وعبد العزيز حزامي في الهيه ولك اختك فيها الزين يستاهل الاعجاب ولك تهدي ابيات عسى بالسعد والخير لك يا انفتح كل باب واجعل توافق فالك وفرحتك حي عسى بالسعد والخير لك يا انفتح كل باب واجعل توافق فالك وفرحتك حي. للتواصل 050 219 3232